ولا يعاقب اللي هو الاساس؟ لا لا، مين دلوقتي اللي عنده ورقه غلط؟ مين اللي ضللني؟ الاساس. لا مش الاساس، انا دلوقتي جاي ورقه من عندك. انا واخد ورقه منك انت. كويس. دلوقتي حضرتك جاي، عفوا يعني، بتبيع الكرافتة الجميله اللي حضرتك لابسها. تمام. كويس كده؟ الكرافتة دي مسروقه؟ انا والله حد قال لي دفعتي. خلاص. ماشي؟ يبقى لازم تثبت لي ان هي بتاعتك. عندك وصل شراء؟ ايوه. طيب لازم تثبت لي انها بتاعتك. طب ما انا اشتريت فعلا. ايوه كويس جدا. ايه جبتها منين بقى؟ ايوه. يعني هنا انت في عندك مسؤوليات عليك. انت مش من حقك انك تبيع لي اكل انت لا تعلم عنه شيء. مصدره. لا تعلم عنه شيء. ده مصدره جزء من المعلومات. يعني مصدره مش بس ان انت قلت لي انا جايبه من الحاج حسين وخلاص على كده. لا، انت لازم تكون عارف الحاج حسين ده عمل ايه. طب انا هعرف ازاي الحاج حسين عمل كويس ايه؟ جدا. زي ما انا هعرف ازاي انت تحققت من ده ولا لا. يعني هل مني انا كمورد طبعا مني طبعا اراقب الحاج حسين هو بيزرع كويس وبيحط هنا في اليات ليها بقى. في اليات ليها. يعني في اليات ليها كثيره جدا. فيها بقى شركات للمطابقه. أيوة. ممكن جدا تطابق انك انت بتعرف صح ولا ما بتعرفش صح. طبعا لما نيجي تقول ايه، تقول لي بص الكلام اللي تقوله ده كلام يعني احنا عشان نطبقه عمليه يعني ده خيال علمي. كويس. انا هرد عليك لا، ده مش خيال علمي، وده اللي هيتطبق وهيتطبق بدرجات. أيوة. هنمشي بدرجات. ايوه هو يعني هدي لك مثال. اتفضل. انا النهارده مثلا يعني الدول المحيطه بتطالبنا بهذا. دول الخليج. بس عشان نقفل بقى. دول الخليج. عشان نجيب الموضوع من الاخر. يعني احنا بتطالبنا ومصر وبريطانيا يعني الكلام ده انا بقوله. وقال لك لا انت بتقول ايه كلام، احنا مش في انجلترا. ماشي. كويس جدا. احنا مش بنبيع للناس. ايوه. الناس عايزه كده. صح. الناس النهارده عايزه تعرف هي بتاكل ايه. كلام مظبوط. وايه اللي حصل في الاكل اللي بتاكله. صح. طيب يبقى اذا ده هيتطبق على الحاجات اللي بتتباع. أيوة. اللي بتتصدر. مش كده ولا ايه؟ صح. يبقى هنمشي من هنا. طيب انا النهارده لما اجي يعني بقول للناس اللي احنا بنصدر لها يا اخوانا دلوقتي الكلام ده مش مطبق. احنا هنطبقه بس هنطبقه بتدريج. كويس. ايوه. يبقى انا هطبقه على الزراعات اللي جايه. يبقى انا النهارده همشي يعني ال 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 مثلا البسله. ايوه. هتزرعها امتى؟ انا هزرعها الشهر الجاي. ايوه. يبقى ابتداء من الشهر الجاي بقى ابتدي اجمع المعلومات عن البسله. يبقى يوم ما تيجي تبيع لي بسله يبقى تقول لي اتعملت ايه في الزراعه بتاعتها. كل اللي انا عايز اعرفه حاجتين دلوقتي. اتفضل. انا مش طالب منك كتير، عايز منك حاجتين بس. ايه المبيد اللي انت رشيته ورشيته انت؟ جميل. حضرتك بتقول انا الدول اللي المحيطه لينا هي اللي طالبه كده. ان هو عاوز يعرف الاكل اللي هو بياكله. بالظبط. هل مش من الاحرى انا كمواطن مصري اعرف ايه اللي ما ده اللي بقوله لك. بالظبط حاجه تقول ده هو ده اللي انا بقوله. ايوه. اللي انا بقوله لك دلوقتي عشان يقول لي ايه ان الكلام ده كلام كبير قوي ما نقدرش نعمله. أيوة. يا عم ده بيتعمل والناس اهي واللي جنبك بيطلبوه منك. هتعمله هتعمله. احنا نبدا دي النقطه. يعني انت بتؤكد اللي انا بقوله. ايوه. احنا مش مختلفين. احنا طبعا احنا هنطبقه على السوق المحلي وعلى المستورد وعلى كل حاجه. هنطبقه بخطوات وفقا لمواعيد الزراعه.